وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضحت المهندسة مريم محمد الأنصاري مدير إدارة التقويم والتراخيص البيئية في المجلس الأعلى للبيئة أهم المعايير التي ركز عليها المجلس أثناء العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية. كان في ذلك توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير الخدمات الحكومية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للأفراد والمؤسسات والارتقاء بها المستويات العالية من الكفاءة والجودة. انتهى المجلس من تطوير 27 خدمة. بالنسبة للمعايير اللي استند عليها المجلس لتطوير الخدمات، تشملت 5 معايير أساسية هي التحول الإلكتروني الشامل للخدمات بنسبة 100%، تقليل خطوات تقديم الخدمة إلى 4 خطوات، تقليل مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25%، إلى جانب تحسين واجهة تجربة المستخدم وتطبيق الإجراءات، بالإضافة إلى توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.